لجنة الأمن والدفاع النيابية تستضيف ممثلي حملة الشهادات الأولية والعليا المنتسبين العاملين ضمن ملاك وزارتي الدفاع والداخلية للاستماع إلى مطالبهم الرامية تحويلهم إلى وظائف مدنية بدلا عن العسكرية، وكلا حسب تخصصه وتحصيله الدراسي. شكلت لجان، وكانت هناك مخاطبات يعني صار سنتين مع الوزارات، والوزارات كذلك شكلوا لجان، لكن لحد الآن لم يجري تطبيق هذا الأمر. في هذه الأيام يعني دراسة الموازنة تم تقديم أكثر من توقيع، يعني أكثر من 70 نائب على طلب إلزام الوزارات بتنفيذ المادة 64 أولا من الموازنة 2019. منذ 2017 حق بالموازنة وكذلك القوانين السابقة يلزم الوزارات بتغيير صفتنا الوظيفية داخل وزارتنا أو نقلنا خارج الوزارات حسب الخبرة والاختصاص. لا تكاليف مالية أو أعباء إضافية أخرى ستتحملها موازنة العام الحالي 2021 في حال تفعيل فقرة تحويل المنتسبين من حملة الشهادات في هاتين الوزارتين من عملهم في السلك الأمني أو العسكري إلى وظائف تنسجم مع خلفياتهم الأكاديمية كالأعمال الإدارية أو القانونية أو الإعلامية وغيرها. كان لدينا لقاء كذلك أنا والأخ رئيس اللجنة مع اللجنة المالية، وطرحنا كل الأمور التي تتعلق بالأجهزة الأمنية من ضرورة دعم وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، وكذلك يجب أن ترفد المؤسسات الأمنية اليوم بدماء شابة. هناك قانون الخدمة والتقاعد العسكري، كل سنة تخرج مواليد من الخدمة، لابد أن يكون هناك استقبال لمواليد جديد. أغلب منتسبينا ما يعملون بمجالهم اللي هي احنا داخل مفاصل الوزارة كثيرة، اغلبهم ادارة اعمال، قانونيين، اعلام، باختصاصات كثيرة، فوزارة الداخلية بها عدة مجالات، فنتمنى انه ينصفوهم بعملهم من هذا الباب. ويأمل الآلاف من موظفي وزارتي الدفاع والداخلية من حملة الشهادات بأن يتم إنصافهم في موازنة العام الحالي من خلال زجهم بوظائف تتناسب وتخصصاتهم. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.